لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. المسيح قام. ها ذكر المعية تتردد في مقاطع الإنجيل التي تتلى على مسامعنا. والماء في إنجيل أحد المخلع يحركه ملاك مرسل من الله فيعطيه قوة الشفاء لمن يدخل إليه. ونفهم هكذا أن الشفاء يمنحه الله الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. والماء المحرك بأمر الله لا يشفي إلا إذا ارتمى فيه الإنسان. فالسؤال الذي نطرحه على أنفسنا يقسم إلى قسمين. الأول فيما يتعلق بي أنا المخلع بسبب الخطايا، هل أريد أن أدخل الماء المحرك كي أنال الشفاء؟ الجواب ليس بديهيا، لأنه بالنعم حتما. أنا مريض بالخطايا، وربما أجرب بأن أبقى كما أنا لأنني يئست من إمكانية شفائي. ولذلك يطرح علي الرب السؤال الذي طرحه على المخلع، أتريد أن تبرأ؟ عساني أن أنتبه إلى صوته وأن أجيبه بكل أمانة، نعم يا رب، إني أسلم لك أمر شفائي، فأنقذني يا رب، وهو ينقذني حتما. الثاني فيما يتعلق بإخوتي، وأعني بهذه التسمية كل إنسان تضعه عناية الله في حياتي، هل أنتبه إليهم؟ إلى صرختهم كالمخلع، لكن ليس لي من يرميني في البركة عندما يتحرك الماء كي أنال الشفاء. هل أنا مستعد أن أخرج من أناي كي أقترب إلى الإنسان الآخر وأرميه في بركة المسيح المحركة؟ ليس من ملاك يأتي أحيانا ليحركها، بل على الدوام من الروح القدس الإله نفسه. لنطرح هذين القسمين للسؤال الواحد باستمرار أيها الأحباء، وحينئذ تحل فينا نعمة ربنا يسوع المسيح المخلصة، وتشملنا محبة الآب، وندخل شركة خلاص الروح القدس، فننجو بقوة الإله القدوس، له الكرامة والسجود إلى أبد الدهور، آمين. شيرة المطران بولس بندلي. المسيح قام.